موضوع الاشتغال إذا الماء والنفايات مدرسة أمينة بنت وهب، هنيئا لكم بهذا التتويج. في إطار البرنامج الإيكولوجي لمؤسسة محمد السادس الذي تترأس الأميرة الجليلة للحسنى، توجت مؤسسة آمنة بنت وهب باللواء الأخضر لموسم 2018-2019 في الحفل الجهوي المنظم بمدرسة عبد المجيد بن جلول بأكادير، ونجحت في ترسيخ التربية البيئية في الحمد لله لدى المتعلمين بفضل الجهود المبذولة للطاقم التربوي بالمؤسسة ومشاركة الفاعلين الجمعويين والمجتمع المدني بما فيه المجتمع المدني ومجلس البلدي. وهنا أقف لأعبر عن شكري وتقديري للطاقم التربوي وجمعية آباء وأولياء التلاميذ ولكل الفاعلين الذين ساعدونا للفوز بهذا الاستحقاق، ونقدم الشكر الجزيل لمديريتنا مدينة ساردانت والبلدية وكل ركاء المدنيين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.